اتعلمت ايه من عم فؤاد؟ اتعلمت الرقص، اتعلمت الغنى، اتعلمت حاجات كتير قوي صوتك حلو يا هند. قوي. سامحي افتحي بقى كده، شوف اسنانك قد ايه، كام واحده، في كام سنه عندك هنا؟ ما بعدهمش. مين احسن ممثله انت بتحبيها؟ هي طنطي إلهام شاهين وطنطي شيري خورشيد. ليه؟ لانه هما بيمثلوا كويس قوي 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 بيعجبوك يعني قوي. طيب مين ما بيعجبكيش بصراحه؟ عمو احمد بدر. ما بيعجبكيش ليه كده؟ كده ليه؟ لان طريقه كلامه وحشه. ازاي تعرفي تقلديها كده؟ لا انت بتاكلي، مش خايفه تتخني؟ انت خد لك واحده من ده. واحده بس؟ لا اتنين. طيب. لقيتك انت شايلاني، مشيت خطوة ورا التانية، مش سايباني سنداني. When I popped off then you go gave me just a little bit of life. انا بجد زهقت اخبار احمد سعد اتطلق، احمد سعد اتجوز، انا زهقت خلاص، انا لازم اتغير، لازم اتغير. ايه القرف اللي جوايا ده؟ لان انا قررت اغني. واحد اثنين ثلاثة. بنت الجيران شغلالة انا عنيا، وانا في المكان في خلق حواليا، مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه بهوايا. انت قاعدة معايا، عينك ليا مرايا، يا جمال مرايه العين، ده نجم العالم. حبيبي يا ابو علي. حبيبي يا ابو علي. حبيبي حلمي. بس ايه رايك في صوتي؟ طبعا عالمي. حبيبي حبيبي يا شكوش، يا نجم العالم. حبيبي هتكسبوا ال $500 دول، اتفقنا؟ اتفقنا. ماشي نركنهم هنا اهو، يلا. يلا. ايه ده؟
مشغول. طب ما تقول ما انا هو بقول. لا انت اتغيرت ما بقتش تحبيني. بعت لك على الواتساب ما شفتهاش. لا يا شيخ اه والله اكدب ليه عشان ما بقى. بنقعد ايه نطير الدقيق يقع كده بره الطاسه في الحوض لغايه ما يبقى ربع كوبايه عشان احنا محتاجين ربع كوبايه بس. فنحط نص كوبايه ونطير ربعها بره واحنا بنقلب كده يطير الدقيق بره ايه ويبعتر الدنيا على الحوض وتيجي منى ايه تزعق وكده. طبعا دي الزبده اهي انا بتسيح جنب جنب الطاسه عشان انا معيش طاسه ثانيه. بس دي حركه حركة معلم محدش عارف يعملها. حركة ان انا اجمع الدقيق كله في حتة والزبدة في حتة. هناخد بقى دي ماء بسكر يعني كوباية هناخد نصها. اهم مرحلة انك انت تتأكد ان في باسكت في باسكت في زبالة. لو لو قال هدف هو وو عاد دعوك من زكيش فكرك ممنوع تقول ممنوع نعبسك على الموضوع ودي واحد من ثلاثة أربعة. النهاردة أول يوم ليا في التيك توك وأبشركم بسنة بيضة بيضة على اللي داخل بيتقصع ويترقص وعامل لي فيها هلهوب. انا ماسك شنبي عشان ما يقعش واللي في الخير يقدم ربنا. بالبيت قاعدين ما عم نعمل شي بالبيت بالبيت ما عم نعمل شي قاعدين بالبيت ما عم نعمل شي. يقطع زهايق يقطع زهايق يقطع زهايق يقطع زهايق يقطع زهايق يقطع زهايق. اتفضل يا شيم. شيم 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 حضرتك بنا ستوري كشيم بسرعه عندي استفسار. يلا. انا اتطلقت من 4 شهور. الف بركه يا بنت. في عيال الاول؟ في ولد عنده 6 شهور. يلا ارجعي لو في فرصة للرجوع ركزوا في كلامي كويس. للأسف ما فيش فرصة وأنا وهو مش عايزين نرجع. يحسن. أنا دلوقتي مش عايزة أوريه ابنه. آه بس هتروحي النار على طول مع أبو جهل في حضنه وهتنزلوا سوا في الدرك الأسفل. كيش دعوة بابنه لا من قريب ولا من بعيد. يشوفه وقت ما يحب يا هو يا الواد. ما تروحيش النار يا أختي ده مش هيشفي غليلك يا أختي. اللي كان يا اختي واتجوزتي غلط يا اختي. الواد ملوش ذنب يا اختي. مفيش حاجه اسمها مش عايزه اوريله الواد. احنا ما بنتاجرش بالعيال. ما تروحوش النار مجانا.